أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 2 مارس أذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء، اليوم لازم تركز على كل أنواع الشغل اللي ممكن تكون محتاجة منك إنك تركز فيها، لكن هتتمتع بحيوية أكبر ممكن تخليك الحيوية دي تتخلص من أي نوع من أنواع الأزمات اللي ممكن تكون بتواجهك في اليوم ده. حتى لو كانت الأزمة دي مهمة وكانت صعبة جدا جدا، وهتحتمل انك تظهر فيها مستجدات هتبقى سلبية اكتر من انها صعبة. المهم النهاردة في اليوم ده انك ما تعملش اي نوع من انواع التشنج ليك ولا تنفعل حتى، فده هيأثر كتير على مركزك الاجتماعي النهاردة. فلو كان في مشكلة في الموضوع ده حاول انك تسيطر على نفسك اكتر علشان ما تخسرش مكانتك ولا حتى تتناقش مع اي شخص ممكن يزود عليك همك. اليوم هتتعرف على ازاي تلاقي الوقت الكافي ليك علشان تتنسق شغلك بشكل كويس وتوصل لاستنتاج وقتي هيناسبك بعد كده، وهيكون عندك قدرة كبيرة جدا لو حبيت انك تقتنع بشعبيتك هتتصاعد زيادة عن اللزوم، فخليك مستعد للحماس ده. لابد انك تكون محافظ شوية لان اليوم فيه شوية حاجات بتتعلق بمسؤولياتك وتعامل كبير جدا مع كل الغرباء، او حتى انك ممكن تنزل تشتري حاجات، ده هيكون مناسب ليك جدا. ممكن يؤدي اندفاعك النهاردة لشوية الحجج اللي انت ممكن تاخدها في شكل كلماتك، ولازم تكون بتعتني بيها كتير جدا علشان تمنع حدوث اي حوادث فيها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، لو كنت أعزب هيكون عندك لقاء محظوظ جدا مع شريكك النهاردة، فالوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تتعامل مع موضوع محرج بالنسبة ليك مع شريكك في حياتكم النهاردة، هتندهش من النتيجة اللي هتحلها بيها الموضوع. كنت انت حكمت على الموقف بشكل خاطئ قبل كده فهتتراجع عن حكمك ده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، مشاريع جماعية كبيرة جدا جدا ممكن تكون مطروحة بشكل كويس علشان لو حصل تعاون معاك النهاردة من غير تحفظ او حتى مخاوف كبيرة، ممكن انك تقطع شوط طويل انت كنت خايف انك تمشي فيه، ولذلك خليك حذر اكتر. انت بحاجة انك تتراجع شوية لو تطلب الامر ده، خاصة في امورك العملية النهاردة هيكون من الضروري انك ترجع حماستك من اول وجديد. توقعات العشرية الأولى مواليد 21 مايو لواحد 31 مايو. ممكن النهاردة تعاني من شوية انزعاجات ومن تراخي كبير جدا، والتراخي ده هيكون سائد جدا في يومك ده. ممكن ترغب في انك تواجه شوية انتقادات كنت بتتعرض ليها في الفترة اللي فاتت، لكن لو عملت كده هتصنع اعداء زيادة من اللزوم، فما فيش داعي انك تعمل كده. داعي الأمور تمشي زي ما هي بتمشي عادي في طيارها العادي من غير انك تدي ليها اي اهتمام ولا حتى كتير من الاهتمام. هيمر اليوم الجو هيكون صافي اكتر وهيصفى بسرعة اكتر لو كان فيه شوية شوائب. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى التانية مواليد 1 يونيو لعشرة يونيو، هيكون اليوم ده فيه شوية قلق مفيش داعي ليها، او مش هتعرف تتحكم في القلق اللي بيظهر ده، بس بنصحك انك ما تشعرش بيه. لو شعرت بالقلق هتشعر بضعف، فبنصحك انك تنتظر اليوم ده او يومين حتى علشان تلاحظ ان كل السبب التوتر العصبي اللي انت كنت بتمر بيه او تمكنت من انك تتابع غرائزك النهاردة من غير ما انك تكون جارح لاي شخص او محبط، حتى هتجعلك الحياة أبسط بكتير من المعتاد فما تقلقش. بالنسبة لي توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 يونيو لعشرين يونيو، كل الناس اللي حواليك هيكونوا عاطفيين جدا في اليوم ده أكتر من اللازم، فما فيش داعي إنك تدي نفسك تتأثر أكتر. بحذرك من كل أشكال الإدمان النهاردة ممكن تكون فيها أضرار كتيرة جدا جدا ليك أكتر من المعتاد، فهتلاقي ان المواقف كلها بتفتقر لوضوح وصراحة في العلاقة اكتر وبساطة، من حيث ان المواقف هيكون فيها مناخ اكتر روحانية من انك توصل لي.
بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيجي القمر النهاردة في برج الحوت في المساء، وهنكون بنجمع إلهام كبير جدا جدا علشان ناخد قفزة إيمانية كبيرة جدا لينا، وهنكون متحمسين لأننا نقتطع وقت كبير للأنشطة السليمة اللي ممكن نكون بنحتاجها، والتجددية أو حتى الترفيهية عن حلمنا اليوم ده. ممكن إننا نشارك مع شخص مميز جدا بالنسبة لينا في الموضوع ده، ومع الطاقة القوية في برج الحوت هيكون عندنا فرصة لأننا نجري تغيرات هتكون مهمة جدا جدا في حياتنا في الوقت ده وفي الأسابيع اللي جاية. اليوم أيضا بيدفعنا اجتماع في عطارد وزحل النهاردة إننا نفكر بشكل أكتر ونتواصل بشأن كل الأمور والمسؤوليات والالتزامات الجادة اللي هتكون مرفقة علينا تجاه كل الأشخاص الآخرين اللي حوالينا، والمخاوف والمظالم اللي ممكن نكون بنمر بيها مع تقدم اليوم ده. هتعزز قدرتنا النهاردة على أننا نركز بشكل أفضل، لأن الظروف هتستدعي أننا نكون مركزين. ممكن تكون في حاجة متزايدة النهاردة للوحدة، وأننا نفكر في أننا نحل مشاكل كتيرة جدا جدا في الوقت ده هيكون مناسب لأننا نشوف الحاجات بشكل واقعي أكتر ونقيمها بشكل عملي أكتر، ونسعى أننا نحقق نتائج فيها تكون ملموسة. ممكن انه يمثل الجانب ده بداية مشكلة، بداية مشروع جديدة بتتضمن اتصالات حلوة جدا جدا زي الكتابة والتحدث، او حتى اننا نعمل تقارير اليوم ده. ممكن يكون في التزام شفهي النهاردة او كتابي، او حتى تتعهد بالالتزام. ممكن انك تجرب شكل جديد من اشكال التحقق من الواقع في اليوم ده، فخليك مستعد. مع تقدم اليوم النهاردة هتزداد الشدة عندك، وممكن انك تشعر برغبات قوية جدا جدا انك تاخد القرارات النهاردة وانك تجري فيها تغيرات كبيرة، لكن نفاذ الصبر النهاردة والضغط ممكن انه يزعجوك بشكل كبير جدا جدا. من الناحية المثالية هنعرف ان نخف ومن اين نضغط في المرحلة التانية علشان نحصل على نتائج افضل. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.